وعدة دول أخرى أفريقية وجدناها داخل الكتيبة، الله أعلم سبب وجودها بالداخل، لكن هذه هي موجودة وبها صور وجوازات رسمية صادرة عن الدول بسلطاتها، وإلى الآن طبعا ما تعرفناش على أصحاب هذه جوازات السفر. مجموعة عندهم جوازات، المجموعة هذه طبعا كانوا معهم جوازات بحكم أنهم تم جلبهم على متن الطائرات من منطقة الجنوب، تحديدا من مطار باري، حسب ما جاء في أقوالهم في التحقيق أنهم حضروا من 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 كتيبة من الجنوب، وكان يقودوهم عدة من الضباط، منهم من كان من هنا ومنهم من كان من الجنوب، وجوا على متن طيارتان نوع إيرباص على اكثر من مرحله، طيارتان طبعا قاموا باكثر من رحله. نعم حضرتك النيابه الاستاذ، عندي كم احصائيه بالعدد اللي جاء مثلا في الطيارات، بالعدد المرتزق اللي والله هو طبعا احدهم ذكر في التحقيق ان الطائره طبعا اذا كان نحن بنحسبوها بحسب الكم اللي تقدر الطائره انها تحمله. نعم. من الافراد. نعم. والطيارتين هذين كانن حملا على اكثر من مرحله. نعم. فبالتاكيد بتكون الاعداد كبيره يعني. نعم. اما الباقي وين نقدر نقولوا لما فروا الباقي أمهم؟ والله طبعا حسب ما ذكروا هم ان عندما ضاق عليهم الخناق الضباط الذين يقودون هذه الغوغائيه، عندما ضاق عليهم الخناق هربوا بما لديهم من امتعه وبعض جنود لحمايتهم وبعض الاسلحه، وفتحوا لهم الابواب وطلبوا منهم الهروب. فهربوا وقام المواطنين بضبطهم بشكل سلمي وقاموا بتسليمهم للجهات او اللجنه المنظمه لهذه الثوره الشعبيه المواطنين الليبيين. وانتم قمتم فتحتم لهم محاضر النيابه العامه بشكل نزيه وفي حضورهم وفي حضور محامين طوعوا بحضور عام والدفاع عنهم، محامين ليبيين من مدينه بنغازي مقيدين في نقابه المحامين، محامين خواص من تلقاء نفسهم حضروا معهم التحقيق، ضمنوا لهم ضمانات التحقيق، النيابه ضمنت لهم جميع ضمانات التحقيق،